بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال يا مروي دعالدا ادونك ميل والبو اد كجوغتان وها نغلا سوتان ورباهينتا كوبهاوداي ساوثن ميديا كوبريشن او مر والبو اد كهشان سياسه سنقسنيسا دلكينا سوماليا اي غودهان مد عالمكا مدنياشا يا مروين كقيمها يقايا لها وسيدا بلانتين واي هايت عوضا وحان قادن دونا دروس آد أعلوس دالك صوماليا ماشا أمريو يسراه هوسي إنان إذن لوو داقن وانا تنعيوان كأنو قردقني مسكح فر يعني مسكح با إن معنيه أفرتد أنك أقبا هانهي وحا إيغا عطسي آه إن ما أركيسي قلن كاقا إبو قاقا حدي أهي ستد أكسو قدبتد قبيالد يقبيلك ميل آن إمانين ماركيس معنيه معارض نقو أما محافظ نقو دلك حقيقي دي سماشا اي مريسو ايان ربنا انان ماركيس سيدة جيهوينك اللوكا لسعودة ان كوسو بندقو دقا هاگا انان نعمه ستيد انت ان هودو كجرانا وحان ربا رالقرين انان سيو ماهرين تا سياسادة يسحفيين تا سوماليات ماي امحا وحبارا ان موت ادقشان ما دام السلسلة دان إلاي هاد دوريه صوبان ديجي آنان هينين وحان ربا إن ما أركيسي آن كوفان تمو آن دهو إن كستور رك أمان تي ميرشه ريه إسمالا معني أي داما أو دامو أما أي دامان حدنا أنا إسكالي هاد دقيقة دان حد لايو إلهي إسيي صومالينا أنا ربا إنا وحوشيغو مرك موت في عنقلا وحبا ما أركيسي معنيه وقتي هاي سكس لومينينا معنيه بروباقاندو وحان دونيا هذا الكلام محمد حسين روبلة أيام كوب اللابية رئيس الوزراء إني هراء دلك الصومالية وأيو عجوز تري أيه إذا كوب اللو بعليري السجع يا عد كيس إدين صهرو مري هذا كنا الكلام مركان فرني روبلة ماركيس الدمع لجوس الجبي عدي ماركيس معني إسكود ضيدا لبلا إن دوت أيه بيل دون تا هذاي هل ال أي إبر كأهي حتى هذا الكاس محو كدي هذا الكاس وحو كدغان يحي سعدي اوغو دنبيي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي صاحبده كتيرسان اي دلجير لو يقانو او بولكا لغا دغاي او لبوسي يا حسن شيخ محمود و اسكو دحين دلجير وحي توس وفصحين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ان او بلابو دقدقاقيسي او كو دونايو مدحتني مدى صوماليا لبدا كون لحي لباطنك ما دام بلانتو ايا هايد ان روبلي لبدا كون لحي لباطنك حسن سترتيبا وكورسيقا وقوري جيو كانالا شقالانا شقايو لكن وحا امو قطي قوليه دلجر ان دا قد لغا ساريو اسلامر كاسنا حسن ودونيو انو وقت بدن كلوميو دورشا ايا معني قفي عد ايا هولانو عاسا isagoo ugu dambeyntii heber gidir uu rabo inuu kursiga uga dego laakiin Roble wuxuu diidan yahay in uu kal dheereysto iyo diidan yahay waana tan cadaadiska uu ku saarayo galmudug doorasho dadban inay degdeg u gasho sidoo kale maxamed xuseen Roble iyo tiimkiisa daljir waxay doonayaan in Baraawe oo caasimadda state ka Mailand ah degdeg ay u qabsadaan هديهين قليها دلجر حسابة قدر دلجر يدم الجديد واسكررن دلجر هدان كوفا سيرانا حاوي وماركيس SNA كوي لديجري وعيديد قربك USC كسوق اي وي دم الجديدنا اسل كيدا فعد ياسين باسميي الاصلاح بي اهايين لكن ديغا عصب واي اف عربي واي اف صومالي مركا لغا ديغو إساقا آس آسك دمو الجديد إسكالها إرقاسي هدانا خلدانين وليبا حسن شيخ محمود الصعود ديساي معنية هالكوردك دورشا لغو غلايو أها انتاسي وافهمت مركا محمد حسين روبلي مركي إساقا دلجر إيرهدين ساعدين وقودن بي ورأنوغو براوان ربنا إنا نقبسنو دورشانا آنكو قبسنو وددبن إسلام مركزنا يعني جامع أن مدحوينا ماشا أغادي غنو أرنكاسي وحا يدونا ماركيسي كحناقي دم الجديد إيا حسن شيخ محمود حسن وحو يري يتيم كيسي بالمدلح بلوطة
دبها الله ديغو انت برنامج كان وكدقا ايو سي هدو دور شقو في عضة معني ماشا سي ان ارحمنو ان اغركاتينو لكن هدق دقينة لكن روبل يتيم كيسي وحي وعد كمرين هدي بسنس كودا حسن اي صاحبادي سو اي كبيع وايان ان دقي فر اي دعي دونتو تير دايريت ان اي كدعي دونتو قدو هودا هدي هين دل جرئي الدم الجديد قولي حكومة دي فرماج الله وضا ديري راي هدبا روبل وحو كعريسان يهي وديدان يهي عبد عسيس لفتا قرين يطلعيشوب او اسكو دابان او ماركي سيمعني الدولة دي ملكي ليال كا هدبا اما اللقا ديقا ايو اساقو الربا كراس تاسي ان او كسو بحو تدباتن يتدبادا وحي كتشان ايان روبل ايسا عبادي سو دل جر و 7-7 كا oo macnihi state ka mailan ka soo galay Hassan Sheikh Mahmud iyo team kaana waxay leeyeen war dadkan waa maaweelineyna maxay isku qabteen marka in la macnihi la qabsado way isku raacsayeen laakiin Hassan doorasho qof iyo cod aan rabaa buu leeyahay doorashadaas qof iyo codka ah daljir iyo xas ee roble ma ogola roble kal dhowre ayuu ahaa wuxuu sugayay 2026ka ayar in lala dhiso teendhadii hadii la tago markayse isaga la dhiso lagu wareejiyo oo qofi cod wuxuu arkaa in la gooyo ay tahay iyo Hassan Sheikh Mahmud inuu kal dheereysanayo Hassan wuxuu leeyahay war habar gidir kursigan uu dhibi doona laakiin horta markayse waxbaan isku habeynaya marka dariiqaasi aad martay ee qofi codka waa waqti dhumis iyo markayse macnihi waqti dhumis ma ahan جوجي سيداسا اسكو هايان اي قفكي معنية آن كراس تكبوبي لها او حان كردعي لهانا معنية هوستا صوغة شطي حسنو وطلي يشوب اي اللفتة قرين مركورتا دقال كواكاس كاسا كينا اي مركا يدو هوبيو لتاقاية هاي دكدي دا اسمها ان او تلف معنية مكروفنك او قبصدو ويرادو ماركيس إلا باد اياد بيليسا حسن شيقو هذا الكماشا سو دعايا انت سوى فهمت قوصن كاسي وحان ربنا انات حريق ديد ان ميلكو حرنو وحان اوقد بينا لفتا قرين حسن شيخ محمود يشب حقو تاقن يهي لفتا قرين هذا حسن يساقو حقاي كلا جوغان قضب كاسي si daqiiqan kuugu sheegaya now lafta gareen adeerkiisa ka wakiil ah waxa lagu yiri boqolkiiba konton awooda dawladnimada adinka qaadanaya haday boqolkiiba soddon ay ahayd 50% la taga waayo daarood meeshan hadduu ka tago 50% aan qaadanayna boqolkiiba konton ayaanu ayaad qaadanaysaan annagana boqolkiiba konton aan qaadanayna ka dhaadhici baarlamaanka 77 ah in ay markayse macnihi sidaasi ay qaataan iyadoo la doonayo dastuurka inta dhiman inay u ololeeyaan sidoo kalena doorashada qofka codka ah Hassan uu doonayo inay qayb ka noqdaan ajaladaasi taliyashub ayaa la soo dhaxmarsiiyay lafta gareen hayabu yiri boqolkiiba konton Soomaaliya hawiye iyo haween baa kala qaadanaya in la dhiso siyaasad ku dhisan xidid 10 sano ee ugu horeysa in siyaasad xidid ku dhisan la dhiso markaas kadib familada xididada ah ee dawladnimada haysta in caruurtooda ay u dhaafaan dhaxal oo hadhowdi xukunka ku sii joogan sheekooyinka carabaha sidaasi ayay iska dhaadhiciyeen biilka gruubyadan la dhisay ee familada ahna waxaa bixinaya markayse macnihi turkiga lacagtana waxay soo maraysaa waxa laga soo qaadaya qadar gacanta dambe waa qadar
dhiibistana waa Turkiya baydhabo iyo muqdishana waxa biila Turkiya lacagta qadar ah soo dhiibta laakiin cashka waa Turkiga casharadeeda hadaan ku noqoto waxaan ku dhahay Xasan Qorshaan uu ku socdaa beesha caalamka reer galbeedka ma ogola oo dhaqaalaha way ka goosanayaan laakiin saddex dalan ku sheegay ayaa dhaqaale macnihi aan ka goosan doonin sida waxaan ku sheegay Turkiga qadar iyo Shiinaha intaas hadda wax ku qaadan weyday Rabbiga ha ku ururiyo casharkan aad u culus yahay marka Abdacasiis lafta gareen waxa la tusay mulkiilanimo isaga iyo taliisho taliisho baan loo soo maray wax la qarin kara maahan qodobkaas isaga ah waa fahamtay baan u malaynayaa oo Axmed Madobe hadduu gurigiisa ku noqday lafta gareen waxa uu berri ama saad dambe uu soo aadayaa dalka Turkiga uu soo aadayaa lacagihii la soo shaamshaamsaday si account loogu soo hubsado ma boodi doona mise ma boodi doono booditaan waa xaalad kale waa aragaane raxweyn waxay dhahdaa aragaane ama marxaladda hadda la joogaa cajaladaasi baa ku go'an isagiina waa la isku dagaalay lafihiisii waxaa isku dagaalay daljir rooble ugu horeeyo rooble waa cadow rooble cadowga koobaad ee Soomaaliya wuxuu arkaa lafta gareen isagoo la dirirsan raba 77-daas cod inuu helo waayahay daljir waxay taagan yihiin lafta gareen dhinaceena waa inuu ahaadaa haddiiba uu villada macnihii mulkiile ka noqonayo iyo adeerkiisi haddii kala Soomaan waa in la cunaa xisaabta horta meeshaasi ayay maraysaa baggaasi ma xirnaa walaalayaal waxaan u gudbi doonaa goosanka labaad ayaan u gudbi doonaa inta aanan goosanka labaad u gudbin Xamse Cabdi Bare waa buul khatar uu galay ra'iisul wasaarenimada Soomaaliya Xasan wuxuu afkiis ka yiri saacadii ugu dambeeyay kaxweynay qaad taxdartiin xataa ra'iisul wasaarenimada qaata xataa ra'iisul wasaarenimo haddaa rabtaan qaata ninkan waa idinka burinaya horta xisaabta meeshaas ay maraysaa way u hirgeli doontaa ama uma hirgeli doonto labada dhinacba waana ka eegi doonaa casharka laakiin isku dhaafin waxaan rabaa inaan kuu sheego Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud meesha dhabta ay iska qaniineen daraadna waxbaan kaaga taabtay qaniinyada dhabtaan kuu sheegaya iyo siraha sida loo kala booday ninka la yiraahdo Xamse Cabdi Bare ayaa baydhabo mar dhexdaasa ka degay oo Xasan Sheekh Maxamuud u diray wuxuu ka daba diray nin la yiraahdo Sambalulsh Sambalulsh waa tii baydhabo lagu soo jeebeeyay Xamse iyo lafta gareen ayaa isku gooni noqday qorshaha markaasi ay doonayeen inay ka sheekaystaan wuxuu ahaa isku xirka Axmed Madobe iyo lafta gareen in Imaaraati laga dhigo warka ha ku galaya waayahay Xasan jaajuuskiisi mar haddii la soo afqabtay xamar uu ku soo noqday ee markaysay macnihii lafta gareen markaasi wuu ka diiday Xasan inuu si fiican ula hadlo ee Xamse awood buu isbiday waa meesha lagaga xaraaqi doono Xamse Xamsena markaasi waxaad macnihii dhabar ka taabtay dhinaca kale ninka la yiraahdo Fiqi iyo tiimkan oo daljir ah oo rabay in ogaadeen iyo habar gidir isbahaysigoodii la soo celiyo oo kuwan kale cirka loo diro macnihii lafta gareenna macnihii isbahaysiga lagu soo daro raxweyn hadda ma fahmaysaa xisaabtii sidaasi loo dhigay Xasan waa tii uu baroortay waa tii masaajidku istaagay uu yiri siriq baa la idin dhigayaa dadka la isku diraayaa isagoon laga fasax qaadanina waa kii daljir iyo Xamse Cabdi Bare Maraykanka ay u safreen oo Cali Balcad uu wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya hilibi u dhashay oo xawiye ah waa kan wasiir dowlahaasi waa kan uu ka daba diray Xasan Sheekh Maxamuud la isku feeri tagay Maraykanka markii dambana xalka uu noqday in Cali Balcad iyo Fiqi labadaba shirka ay bannaanka ka joogaan
oo ah wasiirka arimaha dibadda iyo wasiir dowladaha arimaha dibadda xiyaartaasi 10 horan kuugu sheegay ma rabo inaan waqti badan aan galiyo hadaba sambalulshe markuu soo noqday bay dhaba ka soo noqday xasan sambalulshe u yeeray wuxuu ku yiri dhiiqan lugaha kula jira wiilkayga ii doona